أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ كبر عليكم مقامي يا قوم كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري أكون من المسلمين
فَكَلَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمُ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذلك نطبع على قلوب المعتدين فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر
قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر الساحرون صدق الله العظيم.